بطاريات. انت شغال حتى ببطاريات محلية، تمام؟ تمام. وبتدي للناس اللي عايز بطاريات مستوردة، صح كده؟ انت شايف انها على جودة وانها افضل وانها مختلفة في التربية، صح كده؟ تمام. مميزاتها ايه من وجهة نظرك؟ بدأنا اتجهنا لتصنيع البطاريات لان غلبنا مع السوق او غلبنا مع المصنعين ان احنا نقدر نوصل للنموذج العالمي اللي شغال بالبطاريات، فعملنا النموذج اللي قدامنا دوت او اللي احنا شغالين بيه، شغالين بيه من سنه 2015 من شهر على ايدك. عاملينه على ايدينا من شهر 2 2015. ما تديني النموذج العنبر ده كام في كام؟ عاملين فيه نقدر ايه؟ نقدر نتكلم في العنبر. العنبر عندنا هنا هو 8 متر في 40 متر طول، 8 متر عرض، 8 متر عرض في 40 متر طول، شغالين على باكيتين. كل الشبابيك اللي شايفها مقفله طبعا، ده النظام المغلق او السيستم كلوز. بنعتمد طبعا على تهويه الشفاطات في اخر المكان وعلى فتحات التبريد لدخول الهواء. وطبعا في حاله قطع التيار كم شفاط عندك؟ بالنسبه للمساحه اللي عندي 3 شفاطات او 3 مراوح. 3 شفاطات او 3 مراوح في العمر؟ مروحه 140 سم ومروحه متر ومروحه 80 سم. وكم ام في العنبر هنا؟ 400 ام. 400 ام ومعها كم ذكر؟ 80 ذكر. 80 ذكر. واحد لخمسه دايما. واحد لخمسه. طيب عايز بقى بخبره 16 سنه تقول لي ابدا ازاي كمستثمر؟ وخلينا نقيس على مثلا 100 ام. يعني 100 ام معاها 20، صح كده؟ 20 ذكر. مظبوط. لان كل ام ليها، كل خمس امهات ليهم ذكر، فاحنا بنتكلم في 100 ام يعني قصادها 20 ذكر. اعمل ايه بقى؟ واحسبها ازاي؟ والعلف ايه؟ ومعامل التحويل والولدات؟ لغايه لما اوصل لنتيجه لحم. ماليش دعوه بالسؤالات دلوقتي. ال 100 ام في متوسط 250 جنيه، 25,000. يبقى 25,000 امهات، الام ب 250 جنيه. الام ب 250 عمر 3 شهور. والذكر تقريبا هيبقى متوسط وزن 3 كيلو. الذكر متوسط الوزن 3 كيلو 750. سعر 325. 7,500 ذكور. و 25,000 ناس. هنقول متوسط سعر العين امهات في تسمين 200 جنيه في السعر اللي احنا فيه دلوقتي. العين الواحده. احنا كده محتاجين 120 عين امهات و 120 عين انتاج قصاده، يعني 240 في 200 يعني تقريبا 48,000.